الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حديثكم خالد السعيد، أناقش المواضيع والقضايا يوميا، وبإمكانكم دائما مشاركة آرائكم في خانة التعليقات، ولا تنسون تقييم المقطع بالضغط على زر الإعجاب حتى يصل المقطع على كافة المنصة، وبإمكانكم دعم القناة بالاشتراك فيها، وذكركم أيضا بتفعيل التنبيهات حتى يصلكم جديدنا في وقت. فإحنا ندخل في العديد من المواضيع اللي تهم المجتمع من كافة ثقافاته، وفي هالمقطع بالذات بنوضح أحد المواضيع اللي راجت في منصات التواصل الاجتماعي، ولا كان فيها جانب منصف يوضح واقع الحادثة والموضوع، واللي أهم منه نبي نحاول نفهم طريقة تعاطي الناس لهالنوع من المواضيع، وكيف يسهل استدراج الآخرين بنشر الأفكار الباطلة والأكاذيب والإشاعات. فيمكن البعض سمع عن قصة الفتاة الفلسطينية إسراء غريب اللي انتشر الحديث عنها في منصات التواصل الاجتماعي بأنواعه، سواء كان في الفيسبوك أو تويتر أو الإنستغرام أو حتى منصة اليوتيوب، واللي زادت فيه المقاطع الصوتية والمرئية اللي تدعي أن الفتاة الفلسطينية إسراء غريب تم تعنيفها من أسرتها. فعادة إذا صار فيه بعض القضايا اللي تخص الإناث أو المرأة خاصة، فتضج منصات التواصل الاجتماعي وتفخم هالفرد وتهمش الجماعة. يعني تلاحظون أن منصات التواصل الاجتماعي إذا صارت فيه قضية على مرأة معينة أو فتاة، يزيد الحديث فيها مقارنة بالجماعة من النساء اللي في الدول اللي تعاني سواء من فقر أو من حروب أو من اضطهاد لأيام مستمرة. وإذا زاد الحديث في هالفرد اللي صارت معها القضية مثل حال الفتاة الفلسطينية إسراء غريب، فيدخل فيها القاصي والداني، وخصوصا في موضوعها حتى الممثلات والمغنيات تحدثوا عنها، مع أننا لو شفنا الإناث الأخريات في شتى الدول في المنطقة اللي يعانون من أزمات سواء كانت من فقر زي ما ذكرنا أو من أو من اضطهاد، ينسون الأخبار اليومية اللي تجيهم عن هالجماعة من الإناث. لكن خلينا نفهمكم أن منصات التواصل الاجتماعي منحازة لتوجهات أو التيارات اليسارية. ففي علم السياسة في توجهات تعكس تفكير الشخص وتوجه اليساري، قد تكلمنا عنه في مقطع سابق عن أهمية تعلم السياسة، أن في توجهات للأفراد والجماعات. فتوجه اليساري أو التيارات اليسارية دائما تسعى لتغيير المجتمع، وتتعارض أحيانا مع توجهاته سواء كانت تقليدية أو دينية وحتى الاجتماعية. وعادة هالأفكار اليسارية تصير محض اهتمام الناس المحرومين في المجتمع بالنسبة للآخرين. ومن ضمن التوجهات اليسارية اللي نلاحظها في منصات التواصل الاجتماعي هي حركة الأنثوية أو ما تعرف بالنسوية. فالحركة هذه دائما تركز على قضايا المرأة، وزي ما قلنا مع الأسف الشديد في العالم العربي أو إذا وسعناه وقلنا العالم الإسلامي، دائما الحركات الأنثوية أو النسوية تركز على الأفراد أكثر من الجماعات حتى تمرر أفكارها، وفي بعض الأحيان هدفها تغيير بعض القرارات أو بعض القوانين اللي تكون على الأنثى والمرأة. طبعا يختلف توجه الأنثويات أو النسويات في تحقيق الأهداف وحتى الوصول للغايات، لكن يشتركن سبحان الله في اتصالهن القوي مع منظمات الدول الأخرى وحتى الجمعيات الإنسانية اللي قد يكون لها دور في تأثير الضغط على الدول من خلال القضايا الاجتماعية. وخصوصا موضوع إسراء غريب، كان ظهور الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ملحوظ في أراضي فلسطين، وكان هالاتحاد يطالب أيضا بسن قوانين صارمة على الشؤون اللي تخص الأنثى والمرأة. طبعا اللي بيروح يقرأ عن المنظمة الفلسطينية اللي هي الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية فبيكتشف أنها غير حكومية، وأحد أهدافها رعاية المنظمات النسوية أو النسائية الغير حكومية في أراضي فلسطين. ولا شك أن قصة أو حادثة إسراء غريب كان لها أقوال عديدة في منصات التواصل الاجتماعي اللي حاولت تجرم الأهل وتبين أنهم وحشيين، مع تعارض نمط حياة إسراء غريب اللي يوضح أنها ما تعاني من أي تعنيف أو اضطهاد. لكن منصات التواصل الاجتماعي وشلون فخم الموضوع، قالوا أن البنت كانت مقبلة على زواج، وأن صار بينها وبين أحد القريبات جدال بخصوص أنها قابلت خطيبها ونشرت صورتها في منصات التواصل الاجتماعي، وأن قريبتها حرضت الأسرة ضدها، مع أن منصات التواصل الاجتماعي انشروا مقاطعها الصوتية اللي تثبت أن إسراء فعلت ذلك بعلم أسرتها. يعني تحس أن الموضوع فيه شوي تعارض، ومع ذلك أصروا على أن الأسرة عنفوا الفتاة حتى قتلوها. لكن الجانب الآخر اللي تحكيه العائلة نفسها وأيضا اللي أثبتت صحة ما يقولون من بعض الجهات المختصة، أن البنت كانت على حال بعض البنات اللي مقبلة على الزواج، لكن يذكر أن الخطيب كما تقول الأسرة أنه تراجع، وذلك طبيعي أنه بيسبب حزن عند البنت اللي هي إسراء غريب. ولا شك أن المكالمات اللي نشرتها منصات التواصل الاجتماعي تبين مدى أثرها النفسي على البنت نفسها، اللي قد يكون تسبب لها بعض الأعراض النفسية اللي دخلتها في اكتئاب حاد خصوصا بعد فسخ الخطوبة. واللي أكد ذلك الدكتور الفلسطيني توفيق سلمان اللي ظهر في لقاءات عديدة في بعض القنوات، فهو معروف بأنه استشاري وتخصص في الأمراض النفسية والعصبية، ووضح أن ما صار الإسراء الغريب لا شك أنه أدخلها في اكتئاب حاد، مما أنه قد يأثر على نفسيتها وخلها تتصرف بغير وعي، مثل ما رمت نفسها من مكان بعيد. وهذا اللي أيضا أكده الدكتور محمود بصيلة عن تقرير كسر عمودها الفقري والجرح الموجود في الرأس، واللي يعكس مدى تأثر الأعراض النفسية اللي تجعل الفتاة أدخلت في اكتئاب حاد بعد ما صارت فيه أقاويل بين الأقارب أو حتى الزميلات. فالسالفة هذه اللي تكون بين الفتيات خصوصا في السن اللي مقبلات عليه للزواج، فهي بالنسبة لبعض الفتيات كأنها منافسة، وذلك مع الأسف الشديد بسبب الأجيال الماضية اللي أجلوا الزواج من باب أن الواحد يكمل مسيرة التعليم النظامي البائسة اللي زادت البطالة وجعلت المجتمع أقل إنتاجا. وخصوصا إذا شفنا الآن وضع أغلب دول العرب، بنلاحظ أن نسبة العنوسة عالية، وهذا أيضا بسبب تأجيل الزواج اللي يجي أوله أهمية إكمال مسيرة التعليم النظامي البائسة اللي دائما نتكلم عنها في القناة، ونبين أنها أحد أدوات تدمير الشعوب وإبعاد الأطفال والبالغين من المشاركة في الإنتاج. لكن
لكن أيضا قصة إسراء غريب وموضوع السحر اللي تدعيه الأسرة قد يكون ثابت وصحيح، خصوصا أن المجتمع الفلسطيني واعي بما يحصل من وراء المشعوذين والسحرة على مستويات. ولا ننسى أن العديد منا قد ينسى قراءة أذكار الصباح والمساء اللي دائما محرص الناس أنهم يلتزمون فيها. لكن خلونا نتكلم عن موضوع التناقضات اللي فعلا أثبتت أن قضية إسراء غريب تم أخذها بشكل سلبي. فاللي بيتذكر في فترة من الفترات بداية دخول الإنترنت على الدول العربية كان التقاء أغلب الأعضاء في المنتديات وبعدها غرف الدردشة وما تعرف بالشات، بعدين تطور هالشات وصار فيه خاصية للمشاركة بالصوت، يعني صار الشات صوتي، وجت بعدها البرامج اللي كانوا يستخدمونها الناس تتواصل. فسبحان الله كانت فيه طريقة متبعة عند أغلب اللي يلتقون في تلك المنصات، وحتى نلاحظها في منصات التواصل الاجتماعي، لدرجة أن منصات التواصل الاجتماعي أحيانا تسويها قاصدة وهي موضوع تحيز. فنلاحظ أن تظهر التناقضات في الحديث بالأمور، خصوصا إذا صار الواحد عنده هدف ما له علاقة بالقضية اللي يتحدث فيها، فما يكون مسعاه حل القضية بل تحقيق أهداف أخرى. فاللي بيلاحظ الموضوع إسراء غريب كان في تناقضات واضحة يدل على أن الفتاة ما تعاني من أي عنف أسري. وأول شيء يظهر هذا التناقض هو أن الفتاة تتبع نمط حياة شائع بين الفتيات واللي يسمونها عند الغرب الجلامرس لايف ستايل أو نمط الحياة الفاتن، فتكون غالب اهتمام الفتاة بمساحيق تجميل والموضة ومشاركتها في منصات التواصل الاجتماعي ومتابعة آخر أخبار الموضة والأزياء وحتى مساحيق تجميل. وغالب الفتيات اللي مهتمات بهالثقافة وخصوصا منخرطات فيها، فلاحظ أن صعب تكون معنفة، لأن نمط الحياة هذا يطلب من الإنسان أنه يكون متابع وحتى مخالط الفئة من الناس تقدر توفر قيمة هالأزياء ومساحيق تجميل وآخر ما يتعلق بالموضة. وأكيد تعرفون عندهم أسعار الماركات شيء خيالي، وخصوصا إحنا نتكلم عنها في القناة مع أخبار الشركات الكبرى اللي جالسة تحرك الاقتصاد العالمي وتأثر عليه. لكن زي ما قلنا أنه يصعب على أن الفتاة تكون مهتمة بنمط الحياة هذا اللي يطلب منها فلوس وأنها تكون منتجة ماديا. ولا ننسى أيضا أن بعض الأقاويل تقول أنها تشتغل في فن المكياج كما يقولون أنها ميك أب آرتست. فاللي بيشتغل بالمجال هذا صعب أن يكون أول من يضغط عليها الأسرة، بل دائما ألد أعداء المهتمات بثقافة الجلامرس لايف ستايل أو نمط حياة المفاتن واللي يكون فيه اهتمام كبير بالموضة ومساحيق التجميل. فلاحظ أن أغلب أعدائهن من نفس الثقافة، فتلاحظ البنت أن إذا صارت فيه بنت أخرى متقدمة عليها بامتلاك آخر الأزياء أو أنها تغلبت عليها في فن المكياج أو أحيانا في قضايا الزواج، فهذه تشكل أحيانا حزازية أو مشاكل بين الفتيات أنفسهن، زي ما صار مع إسراء وأحد قريباتها واللي تسبب في أن الخطوبة تنفسخ بعد ما انشرت إسراء الصورة في منصات التواصل الاجتماعي. وهذا يجيبنا عند التناقض رقم 2 اللي بينت المكالمات أن إسراء وضحت بالرسالة ذهبت بعلم أسرتها وبموافقة أهلها أيضا، فهذا بتعارض مع أنهم اللي هم أهلها يعنفونها على أنها فعلت تلك الفعلة. فسالفة التحريض ما تطابق أبدا مع واقع التسجيلات اللي عرضت في منصات التواصل الاجتماعي، فبما أن الأهل راضين فلا يمكن أن يكون فيه تعنيف. أيضا ذلك يبي خلينا مقررين أن المشكلة اللي تسببت مع إسراء غريب، وقد يتفق معنا الطرف الآخر اللي هم ضد الأسرة، وهو أن مشكلتها مع قريبتها قد تكون هي سبب الاكتئاب النفسي اللي كان على إسراء بعد فسخ الخطوبة. وهذا أيضا ما بينته وزارة الصحة الفلسطينية اللي وضحت حقيقة صراخ إسراء غريب في المستشفى، واللي ذكرها الناطق باسم وزارة الصحة أسامة النجار، واللي أقر أن كل ما ذكر فيه منصات التواصل الاجتماعي بأنه تم ضربها أو الاعتداء عليها فذلك خالي من الصحة، أي أنه غير صحيح. فتخيلوا أنتم الحين لو تسمعون جاركم لا قدر الله يصرخ ولا تصير فيه مشكلة، لا شك أن الواحد بيتدخل مباشرة، فما بالكم بمكان عام مثل المستشفى لا وفي دكاترة وأمن، فلا شك أن الناس تبي تتدخل، ما هي قاعدة تتفرج. لا وبعدين وش الوحشية اللي بيقعدون يضربونها إلى ما ينكسر عمودها الفقري وراسها. ففكروا فيها أيضا بعد أنه لم يسبق ظهور أي ادعاءات منها هي أنها تم تعنيفها في الماضي، وإن كان فيه فوين زميلاتها والناس اللي جتهم شكواها في أنهم ما يتدخلون ويحاولون يحلون الموضوع، بالإضافة إلى نمط حياتها اللي ذكرنا وقلنا أن المهتمات بنمط حياة الجلامرس لايف ستايل أو ما يسمونه بنمط حياة المفاتن وهن البنات اللي يهتمن بالموضة والأزياء، فنادر أو يكاد يكون معدوم وجود مشاكل بين الفتاة المهتمة بهالمجال وأسرتها، لأن زي ما ذكرنا المهتمات بهالنمط من الحياة يعرف أن الحدود، وبنفس الوقت النمط الحياة ذا بيجبرهن أنهن يتخلن عن بعض الحمل المادي اللي شكل عليهن في شراء مساحيق تجميل والإكسسوارات في مجال الأزياء. لكن اللي لفت انتباهنا وهو تعاطف بعض الناس وخصوصا انحيازهم ضد أسرة إسراء غريب. فسبحان الله أغلب المقاطع اللي انتشرت في منصات التواصل الاجتماعي عن موضوع إسراء غريب كانوا ضد أهلها ومندفعين بالعاطفة، ونسوا أن قد يكون فيه إشاعات مغرضة علشان يتم تغيير بعض القوانين والضغط على الدول والحكومات. فصراحة ما همني إلا رأي أهل الشام وخصوصا في مملكة الأردن وأيضا الأخوة في أراضي فلسطين، لأنهم قد يكونون قريبين من هالمجتمع ويفهمون ما حصل. لكن انصدمت أن العديد منهم كانوا ضد الأسرة وكأن
الشيء هذا شائع في بلادهم واحنا نعرف ولله الحمد، ومع وجود الاحصاءات اللي تثبت ان ما يسمى بقتل الشرف ليس منتشر كما يدعيه البعض في البلدان العربيه. وسبحان الله لو تلاحظون بعض ردات الفعل في منصات التواصل الاجتماعي ما تعاطت مع الموضوع على انه يعني توجه او تيار اجتماعي مؤمنين بافكاره، بل اغلب الناس اللي تكلموا في قضيه اسراء غريب كانوا يبون يا اما يجلبون المشاهدات باتفاقهم مع راي الاغلبيه اللي صدقوا الاشاعات، ولا الصنف الثاني اللي اخيس من الاول مع الاسف الشديد، وهو اللي يبي ينحاز مع قضايا المراه علشان يحصل على قبول من الجنس الناعم او الاناث او البنات. فبعض الناس نلاحظ انه يتحيز بوقوفه مع البنت علشان بس يكسبها. فبعض الناس اللي قاموا وتكلموا عن قضيه اسراء غريب لا تستبعدون انهم تكلموا بالموضوع هذا علشان يزودون المشتركين من الاناث او من البنات، ولا اساسا ما طق خطر، خصوصا اذا تابعنا مقاطعهم الماضيه فنلاحظ انهم توجهاتهم دائما ساخره او كوميديه ما لها علاقه بالواقع والوقوف مع القضايا المهمه في المجتمع. فلفت انتباهي قناه حسن الصقر اللي تكلم عن موضوع اسراء غريب مرتين. اول مقطع كان عنوانه القصه الحقيقيه رحلت بصرخه موجعه، وكان يقول حسن الصقر ان القرايب هم العقارب والغرايب صاروا هم الحبايب. انا ما ادري يعني هو كان بيركبها كذا بيتين، يعني فهمنا ان القرايب صاروا عقارب علشان نتهاوشوا مع بعض، بس وش دخل الغرايب اللي صاروا حبايب؟ هذه صراحه ما فهمتها. لكن قام حسن الصقر وقال بعدها سجلوا لي سيكو محزن ومظلم. الغريب اللي بيشوف تصنيف المقطع مخليه كوميدي، انا ما ادري شلون موضوع اسراء غريب اقلب كوميدي، لكن يمكن الكوميدي صراحه رده فعلهم المندفعه اللي ما كانت فيها اتزان وصبر وفوق هذا كله فهم للواقع اللي يحصل في مجتمعات. الغريب ان حسن الصقر يقول القصه اللي صارت مع اسراء غريب كثير نسمع عنها في مجتمعاتنا العربيه، واللي قال الله يهديه انها متخلفه. ليش المجتمعات العربيه متخلفه؟ لانها اصرت ان تكون بهذا التخلف. وقال بدون توضيح ان قصه اسراء غريب كانت ضحيه زي كثير بنات تدفعوا الثمن ظلم بدون سبب. انا ما ادري سبحان الله مسخرين انتم قنواتكم كلها مقاطع كوميديه وسخريه، ولا عينتوا اقل شيء مقطع في الاسبوع ولا من فتره لفتره عن هالبنات اللي كثير دفعوا الثمن ظلم وبدون سبب. فبعدها سرد قصه اسراء غريب والاشاعات اللي ذكرت عنها، وختم حسن الصقر بكلمته مره ثانيه وقال القرايب صاروا عقارب، وكثير نشوف قصص مقرفه وانتم تعرفون اكثر مني، حتى وصلنا لمرحله ما بدنا اقارب. انا ما ادري شلون الصراحه عني انا شخصيا ما اعرف، واللي بينزل خانه التعليقات ويشوف بيلاحظ ان اغلب التعليقات ما لها علاقه بالقضايا اللي تحصل مع قرايبهم، وحتى لو واحد صارت مشكله معه ومع قريبه بيحلهم بينهم وما هو مظهرها للملأ. وللمعلوميه موضوع القرايب عقارب ما تذكر في هالموضع، فاللي بيعرف هالمثل ينقال على المتزوجين اللي بيروح يتزوج من اقاربه، انه من الطبيعي ان الزوجين يصير بينهم مشاكل زوجيه، فبعض المشاكل الزوجيه ما تجلس فقط بين الام والاب بل توصل الى الاقارب، فكذا ليش يقولون بعضهم الاقارب عقارب. لكن ما اكتفى زي ما قلنا حسن الصقر بمقطع واحد، بل ايضا نزل مقطع ثاني يقول كيف اسراء غريب توفت الجن مش السبب، ردي على تصريحات عائله اسراء غريب. ورجع حسن الصقر الله يهديه مره ثانيه يقول مجتمعاتنا العربيه متخلفه، وكان هالحادثه هذه تصير كل اسبوع ولا كل شهر، وما ادري ليش احنا ناخذ هالعلم من قنوات توجهها ساخر او كوميدي. لكن الجيد الصراحه في حسن الصقر انه وجه كلمه للاشخاص اللي كانوا يتهمون دين ان لها علاقه بقضيه اسراء غريب، لكن رجع بجلد الذات وقام يقول حسن الصقر احكوا لي شو انجز العرب من 20 سنه، والله اذا انت تبغاها من النطاق السياسي تعال شوف ولله الحمد الحكم عندنا وعندك، فاحنا نحظى بافضل نوع حكم وهو الحكم الملكي. الامر الاخر ايضا على النطاق الاقتصادي، فلله الحمد جالسين نتحسن احسن من الدول اللي تمتلك المصادر لكن تواجه ضغوطات في سياساتها. واذا انت عاد تبي تشوف انجازات المجتمعات العربيه ولله الحمد في جميع المجالات فاحنا في تقدم. لكن رجع حسن الصقر يقول هذا الانحلال والانحراف لاننا احنا بعنا ديننا واحنا تخلينا عن مبادئنا فصار فينا هيك. طيب ما يخالف خلونا نرجع للدين بشكل صحيح وسليم ونفهم العقيده الصالحه، وايضا نعود لمبادئنا وابسطها ايضا بالمظهر، بدل ما اننا نتبع الغرب في ازيائهم لابد مننا اننا نبرز الزي الوطني والزي الشعبي، وايضا لا ننسى المبادئ اللي توحدنا باللغه كمستوى ثاني، فاننا نحاول نحسن التواصل بين العرب من خلال الحديث باللغه العربيه الفصحى. لكن هناك مستويات لتحقيق الاهداف اللي تخص الدين او حتى المبادئ، واكيد ان اللي بيحقق هالمبادئ والانجازات الدينيه ما يقعد يتمسك ويسخر قناته سخريه ويترك الجوانب المنطقيه والواقعيه في هالعالم. ونسال الله ان يهدي حسن الصقر وانه يراجع نفسه ولا يكون محض تصديق لهالاشاعات المغرضه اللي تحاول تبعدنا عن ديننا ومبادئنا. لكن في شخص اخر في منصه اليوتيوب تكلم عن موضوع اسراء غريب، وهو احمد ابو الرب اللي وضع مقطع في منصه اليوتيوب بعنوان الغلط الحقيقي ما كان باهل اسراء غريب، فكان يتكلم في بدايه المقطع انه ما له هدف في انه يتكلم عن الموضوع هذا الا بعد ما تلقى قصص من المتابعات اللي عنده عن قضيه التعنيف الاسري تجاهه. لا وسبحان الله القصص اللي عرضها احمد بن روب عن الفتيات المعنفات اللي ارسلن قصتهن، سبحان الله معها جوال ولا عندها القدره انها توصل صوتها للجهات المختصه او للاقارب او للناس اللي عندهم نفوذ، يعني تحس ان الموضوع مفخم بزياده. لا وبعدين احمد ابو الروب جالس يكمل المقطع مع هالاغنيه الحزينه هذه اللي حاطها في خلفيه المقطع، وجالس يتكلم عن احصائيات العنف الاسري في العالم وانها مشكله الان عندنا، وقد
ختم المقطع أحمد أبو الروب وهو يقول مع أن قصة إسراء ما تم تأكيدها حتى الآن إلا أن عنده إحساس كبير أن اللي قتلها إسرتها. وأنهى المقطع وهو يقول حقوق المرأة لازم نتكلم فيها ونتناقش فيها في مواضيعنا. أنا عاد ما أدري شلون الواحد مسخر قناته مقاطع ساخرة وبيركز عن حقوق المرأة. عاد اللي عبطها صدق يعني اللي خربها صاحب قناة أحمد مساد اللي اشتهر في بداية دخوله لمنصة اليوتيوب بمقاطعه السامجة حتى أنه عرف في منطقة الشام وخصوصا في مملكة الأردن أنه أبو التشخير. حتى أيضا هو يعرض دائما صورة على أنه الجوكر يعني أنه المهرج. والمشكلة أنه دائما يبالغ في بعض المشاهد لدرجة أحيانا تكون النكتة مقبولة لكن يقوم يخربها. فوش منزل أحمد مساد مقطع بعنوان إسراء غريب قصة فتاة لبسها جن عجيب، وبدأ المقطع يتكلم عن الأخت عند أكثرية العرب وكيف أنها نظرتهم لها سلبية. وقام يقرأ رسالة أحد كاتبها عن إسراء غريب، وواضح من العبارات المكتوبة في الرسالة أنها جاية من وحدة من التيار الأنثوي أو ما يسمونه النسوي. فدائما يذكرون عبارات المجتمع الذكوري المجتمع الشرقي وهالكلام اللي يدل على ضعف حجتهن أو ضعف حجة من يقول هالعبارات اللي بتعكس أساسا مدى تدني مستواهم الفكري. طبعا أحمد مساد قام يستمر بالمقطع على أنه مقطع حزين ويدخل فيه بعض اللقطات الساخرة اللي تحس أنه ما هو بجالس ينكت، تحس أن هذا واحد مذوع. يعني أنت بتتكلم عن واقعة القصة وتخلينا نتأثر مع الموسيقى، ولا تبينا نضحك على الاستهبال اللي أنت جالس تعرضه قدام المتابعين؟ وما درينا وهو يقول القصة إلا طقته العبرة وشوي يقوم يصيح. وبعد ما خلص سرد قصة إسراء غريب على أنه متأثر بها، سأل من المسؤول عن موتها، وجاوب أحمد مساد يقول المسؤول عن موتك هي كمية السقاطة الموجودة بعقولنا الشرقية. لاحظوا استخدام نفس الألفاظ اللي يستخدمونها التيارات اليسارية اللي دائما تعارض ثقافة مجتمعاتنا وحتى أحيانا ديننا. وكمل أحمد مساد يقول أن كمية هالسقاطة الموجودة بعقولنا هي أننا نشوف المرأة مجرد دمية ونحبسها ونضربها ونمنعها ونحرم عليها بس لأنها مرأة. أنا ما أدري هذه وينها في أي شعب من الشعوب، أي قبيلة من القبائل، أي أسرة من الأسر. سبحان الله عندها الآن عشرات إذا ما قلنا مئات المقاطع كلها سخرية. وين ما جبت لنا حادثة مثل هذه اللي في النهاية بعد مصنفها هو نفس تصنيف خوية اللي قبله ومخليها كوميدي. وكمل أحمد مساد يقول أن أيضا سبب موتك يا إسراء غريب هم الأقارب العقارب اللي شغلتهم في الحياة بس الفتنة والغيرة والحق. سبحان الله هذا صارت الآن شغلت الأقارب في هالحياة. أنا ما أدري شلون. بعدين انضغط أحمد مساد وقام يقول شوهتوا عقولنا وقلوبنا ونفسياتنا وأدياننا ولك حتى شوهتوا اسم الرب اللي خلقنا. أنا ما أدري شلون هذه صراحة نفهمها من أي جهة. هو يبي يسب دين ولا يبي يسب العادات والتقاليد ولا يبي يسبهم كلهم بس مو بعارف. وقام يكمل يقول هسه فرحانين إسراء راحت وغيرها كثير وكثير وبيروح لأن ما عناش احترام لأنفسنا ولا عنا احترام للمرأة. طيب خلاص سخرنا الله يعافيك حلقات بتنزلها كل فترة عن هالقضايا اللي أنتم تلاحظونها كثير كثير موجودة. لكن كمل حوار أحمد مساد يقول ولسه تطلبوا من الله أن يحن علينا ويفرجها. يعني يقول إلى الحين بعد أنتم أطالبون أن الله يفرجها لا تطلبون خلاص. يعني هذا الحين مدعم الكلام اللي قبل أنه وده يسب الدين بس ما هو جايبها الطريقة الصحيحة. وقام يقول ما سألته حالكم ليش أغلب مشاكل الكوكب وحروبها وأزماتها بتصير بمنطقتنا وبس. وقام يقول أحمد مساد بتقولون لي أطماع اقتصادية واحتلال. ما هو هاي الأطماع والاحتلال ما كان أحد يسترجي يقرب عليها لو ما نحن متخلفين ووحشين على بعض وبنكره بعض وما بنعرف نميز بين الإنسانية والجاهلية. أنا صراحة كان ودي أشوف الموضوع بنظرة أوسع لكن سبحان الله أرجع على القرار السليم اللي هو أن ولله الحمد أغلب المجتمعات العربية ما عندها الكلام اللي يقوله أحمد مساد. وإن وجدت هذه فهي حالات قليلة لا تكاد تذكر لدرجة أن أحمد مساد والناس اللي مثله ما يجرؤون أنهم يجيبون أسبوعيا أخبار الناس اللي يعانون من تعنيف أسري أو أي اضطهاد في المجتمعات، بل دائما تلاحظون مسارهم سخرية حتى في بعض الأحيان تصنيف المقطع. فليت أحمد مساد إذا بغى يعرف حقيقة الأطماع الاقتصادية والاحتلال يروح بس يتأكد من اللي جالس يحرك الاقتصاد. بيلاحظ أن أحد أهميات تحريك الاقتصاد اللي هي طاقة. وين مصادر طاقة يا أحمد مساد؟ ما هي عندنا في الشرق الأوسط. وفوق هذا كله تجهلون الجانب السياسي وخصوصا أحمد مساد اللي طلع في أكثر من مقطع يقول أنا ما أتكلم عن توجهاتي السياسية، قاعد على شغل التمثيل والتهريج اللي ما يسمن ولا يغني من جوع، ومع ذلك يصر على أنه يقول أبي أترك رسالة يصيرون الناس أكثر واقعية. فإحنا نعرف أن الجانب المضاد للواقعية هي السخرية، فأنت ما تقدر تصير بالنص تحسسنا أنك فيك لذعة أو مشكلة نفسية. فيا أما أنت تتوجه توجه سليم وفعلا تبرز الإنسانية اللي عندك وتعاطف مع الناس المعنفين والمضطهدين في العالم وتخفف من هالسماجة اللي جالس تنشرها في اليوتيوب. لكن الصراحة فيه ناس في مملكة الأردن وأيضا في الأراضي الفلسطينية اللي عبروا بطريقة منطقية وكانوا حذرين، ومع الأسف هذول كانوا أقل من الجهة المقابلة اللي كانوا يحرضون ضد الأسرة ومصدقين الإشاعات اللي جالسة تنشر اللي بنفس الوقت هالإشاعات جالسة تناقض نفسها. وأولهم صاحب قناة هوامش اللي تكلم عن حادثة إسراء غريب وحرص المتابعين أنهم ما يسارعون في الحكم، بالإضافة إلى قناة محمد نمر اللي وضح حقيقة العديد من الحسابات في منصات التواصل الاجتماعي اللي مستغلين قصة إسراء غريب حتى يسعون وراء المشاهدات، وأيضا حرص على أن الناس يتريثون في الحكم على ما حصل معها. أيضا صاحب قناة ضياء عليان اللي قال أن القضايا الأسرية
البشرية أحيانا يكون فيها كلام زايد وإشاعات، فما بالكم إذا دخلت منصات التواصل الاجتماعي. لا بد أن الإنسان ما يتسرع في اتخاذ القرارات حتى تتضح الأدلة. ولا ننسى أيضا صاحب قناة زومبي الأسطورة اللي حرص الجميع في أنهم ما يتداولون صورة إسراء غريب، وأنهم بدل ما ينشرون صورها يدعون لها ولأسرتها ونخفف عليها. لكن شاركوني آراءكم في خانة التعليقات، ولا تنسون تقييم المقطع بالضغط على زر الإعجاب، وادعموا القناة بواسطة الاشتراك فيها، ولا تنسون تفعلون التنبيهات حتى يوصلكم جديدنا، وأيضا تابعوني على باقي منصات التواصل الاجتماعي وبتحصلونها في خانة الوصف، حتى نتمكن دائما في رفع وعي الفرد والمجتمع على كافة المجالات.